قطر بهذه الجريمة قامت بإدخال مليارات الدولارات إلى ليبيا لإفساد المجتمع الليبي، لاستغلال الظروف الاقتصادية لبعض الليبيين، لدعم السجناء اللي كانوا في السجون في جرائم سرقة وقتل من أجل السرقة ومحتاجين للمال، ادعموهم وادوا لهم قيادات. مثلا في العميد في الجيش القطري قد يكون في الاستخبارات المخابرات القطرية اسمه سالم علي جربوعي. هذا الاسم يعمل كثيرا في تونس، وعلى فكرة هو الملحق العسكري لقطر في دول شمال أفريقيا، في تونس، في ليبيا، في الجزائر، موريتانيا، المغرب، وهو المسؤول عن الخراب المالي والخراب الأخلاقي في هذه المنطقة بالكامل. هو الذي يمد في الدواعش والقاعدة والأخوان في هذه المناطق.